جزاكم الله خيرا. المستمع عبد الستار عميش يقول: لي صديق وفي نفس الوقت هو أخ لزوجتي، عاجلته المنية وتوفي في حادث، وأنا أريد أن أحج بالنيابة عنه علما بأن له أصدقاء وأصحاب وحالهم ميسور، بماذا توجهونني والحال ما ذكرت؟ جزاكم الله خيرا. هذا الذي جرى عليه الحادث ومات، إذا لم يكن حج حجة الإسلام وله تركة فإنه يخرج من تركته ما يحج به عنه من ماله هو، لأن هذا حق لله عز وجل ودين لله يجب إخراجه وأن يحجج عنه من تركته. أما إذا كان ليس له مال فلا بأس أن يحج عنه إما أحد أقاربه أو غيرهم من إخوانه المسلمين، هذا إذا كان لم يحج حجة الإسلام. أما إذا كان حجة الإسلام ويراد أن يحج عنه نافلة فلا بأس بذلك، أن يحج عنه أي مسلم سواء كان قريبا له أو غير قريب، وذلك ينفعه بإذن الله. نعم.